متضايق جدا ومكتئب وحالتي زي الزفت، بس انا كنت واعد نفسي ان انا مش هبطل اعمل لكم فيديوهات كتير عشان بحب اعمل كده. فقلت بما ان انا حالتي زي الزفت كده يبقى نتكلم عن الحاجات اللي زي الزفت اللي بتحصل في تربية الزواحف. طول ما احنا بنربي زواحف هنقابل مشاكل كتيرة جدا كتيرة جدا 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 جدا. اكتر مشكلة بتقابل اي واحد مربي وهاوي هي ان الزاحف بتاعك يموت، وانا الحمد لله موت كمية لا بأس بها من الزواحف. كل واحد منهم كان فعلا جاب لي احباط شديد واكتئاب شديد. خلينا مثلا ناخد مشكلة زي بتاعت البلو تونج سكينك. كنت مربي بلو تونج سكينك، قعدوا عندي سنتين، كنت حاطط اتنين. انا مكنتش عارف ما ذكروا لانتاي، عشان اصعب حاجة تعرف يا ذكروا لانتاي هو البلو تونج سكينك. المهم هما كانوا عايشين مع بعض بقالهم سنتين، كل النت كله بيقول لك ما تحطش تكر وانت هي، ما تحطش بلو تونج سكينك اي حاجتين مع بعض، ولا انتايتين ولا دكرين ولا اي حاجة. وانا طبعا فهلاوة حطيت، كنت شايف انهم عادي، واللي كان مربيهم قبليه كان حطيتهم ما كانش في اي مشكله. وانا بقالي سنتين مربيهم، دخلت اليوم الاوضه لقيت واحد منهم واكل رجل التاني، وكانت صعبه جدا. حاجه تانية وحشه جدا حصلت لي مثلا، يوم دخلت الريبتايل روم لقيت السخانات شغالة واحنا في وسط الحر، اللمبة بتاعتها منورة، وانا كنت مشغول وداخل بسرعة واتخضيت ورحت موطي السخانات طبعا على الاخر وطلعت من الأوضة. دي كانت طبعا جريمة، جريمة كبيرة، لان اللمبة بتاعت اي ديمر بتنور عالي لما تبقى مطفية. انا افتكرت اللي هي معرفش اتلخبطت، تلاقيت كده رحت افتكرت ان هي مطفية، رحت عكسها. اللمبة لما تكون واطية على الاخر ده معناها ان انت عليت السخان على الاخر. طبعا تضيعت في بول بايثون وميلك سنيك. الميلك سنيك ده كان من اعز التعبين الى قلبي. الى مزيدا من الاكتئاب والنيجاتيف انرجي، موت برضو لوسيستيك تكساس ريد سنيك. اللوسيستيك تكساس ريد سنيك ده كان تعبان ابيض خالص، ممكن احط لكم صورته هنا، كان من احلى التعبين عندي. جاله التهاب رئوي، وانا كان انا بربي تعبين من زمان، ما جاليش عمري التهاب رئوي لاي تعبان. ده يعني انا كنت بفكر ان هو بسبب ان انا بربي كويس، بس ده كان يعني لحسن الحظ وربنا موفقني. حاولت معاه محاولات، عملت مجهود، مات، ما عرفتش الحقه. والأسوأ من كده ان هو عدا الريمبو بوا وحصلته. دلوقتي طبعا انا بقيت بعد التجربة الأليمة دي، ودي الحاجة الوحيدة من الحاجات الوحشة ان انت بتتعلم، فلما بتقع في موقف وحش بتتعلم منه جامد. دلوقتي اي ريبتايل عندي هيجيله التهاب رئوي انا عارف بالظبط اعمل ايه، وعارف اللي هو بيخف ولا لسه، ولا البيهيفير بتاعته عامله ازاي. حاجه تانية من الحاجات الوحشه هريكم النهارده، حاجات وحشه برضو. احساس الاجوانة، الاجوانات عذبتني، احساس وحش جدا ان انت تبقى مهتم بالاجوانات بتاعتك وبعدين الاجوانة تبقى حامل وتبيض وانت مجهز لها كل حاجاتها، بس وهي بتبيض طبعا لانك انت برضو ما سمعتش الكلام كويس وفهلوة، بتبيض نص البيض والبيض التاني بيتحشر في بطنها ومش عارفه تبيضه.
وده طبعا ممكن يموتها. تقعد تكلم ناس يمين وشمال وبره وجوه، وفي الاخر النتاية بتموت عندك وهي في بطنها بقية البيض. البيض الاولاني تحطه في الانكيوبيتر يقعد شوية ويبقى كويس ويبان عليه اللي هو متخصب ومية مية، وتبقى مستني تبقى انتكت جرين اجوانا. وبعدين تستنى شهر، 2 3 4، 120 يوم، بتشوف كل يوم بيعدي في الاخر يطلع الاجوانات ميتة جوه البيض. برضو من الحاجات الكئيبة جدا. حاجات كئيبة كتير، بس الحاجة الوحيدة المفيدة في الموضوع ده ان انت بتتعلم من كل تجربة. طبعا احساس البيض اللي مش متخصب او الذكر اللي بيموت في اول السيزون او التاني، انت يعني حتى لو بتعمل فيديو بتصوره للناس عشان الناس تتفرج عليه، وتلاقي الصور اوت اوف فوكس او التليفون يرن وانت بتصور فيديو، كل دي حاجات تجيب لك احباط وطاقة سلبية رهيبة. الضبوب الملونة، الضب الملون ده شايبني 5 سنين بحاول اجيب دكر وانتايه ودكرين وثلاث نوتي واطفال صغيرين، احاول اعمل لهم تفريخ. انا بقالي 5 سنين بفشل، بحمل معاهم كل المحاولات ومعرفتش. الميل وورم من 3 4 سنين كده كان حاجة نادرة جدا في مصر. يمكن لو اتفرجت على الفيديو هتشوف ان انا كان عندي، بدأت المجموعة بتاعتي ب6 دودات، كنت بفضل اشتغل على المجموعة 6 شهور لما تكبر وابقى فرحان بيها، وبعدين مرة واحدة تطلع تلاقي النمل واكل المجموعة كلها، مش سايب لك غير 5 6 دودات، 10 دودات، 20 دودة تبدأ بيهم المجموعة من أول وجديد. تعمل استعدادات وتجهز نفسك عشان النمل ما يخشش تاني، وتحط الدود في طبق مية وتعلي والنمل يلاقي طريق عن طريق حاجة تلمس حاجة وبرضه يموت لك المجموعة كلها. الدساس السندبوة تقعد مستني السنة كلها وتلاقي بطنه كبرت وبس خلاص هيولد، طب ممكن كمان شهر، طب مش عارف ايه، بيولدش، بيعرف ليه ما تعرفش. بس طبعا الواحد بيتعلم بيتعلم بيتعلم. يعني دلوقتي انا فهمت ان الدساس ما كانش بيولد، بطنه بتكبر لان النتاية بتكون الفوليكلز، وبعدين الفوليكلز بتكبر في بطنها، التخصيب ما بيبقاش جيد، بتمتص الفوليكلز تاني. كل ده انا اتعلمته بعد وقت كبير، بس انت بتقعد شايف نتايج بتكبر وقطع اكل ونفس كل مواصفات النتايج اللي خلاص هتولد، وبعدين في الاخر تقعد تستنى تستنى وما فيش حاجة تتولد. طبعا من اكتر الحاجات برضو اللي زعلتني النتاية السندبوة الالبينو اللي كانت جاية حامل من الطبيعة، قعدت استناها ولدت فعلا 6 سندبوز كلهم هيت البينو، بس للأسف من كتر الشيل والحط عقبال ما جت من الطبيعة لغاية عندي اتولدوا كلهم ميتين. أظن دي جرعة طاقة سلبية محدش يقدر يديهالكوا في العالم. أنا عارف إن أنتوا تحبوا الحاجات الكئيبة دي.